بما اننا في الصيف ودرجة الحرارة والرطوبة عالية قوي، وكمان الكيرلز بتبوظ بسرعة وشكلها بيبقى هايش وناشف بسبب الرطوبة، وحتى الاطراف بتبقى ناشفه قوي، فكل اللي احنا محتاجينه هم خطوتين بس. وقت الستايلينج احنا محتاجين ليف ان وموس عشان الشعر يقعد معانا اطول فترة بنفس الشكل. على شعر مبلول جدا هستخدم كيرل واندر من جوفياليتي. بحب الليف ان ده قوي عشان بيرطب شعري، عشان فيه الوفيرا وكمان افوكادو اويل، وبيخليه ديفايند جدا. بوزعه على شعري كله وببعد عن الجذور عشان ما اقللش من الفوليوم. برجع اصرحه بالمشط عشان اتاكد انه اتوزع على كل الشعر. تاني خطوه الهايرلون بوست موس من جوفياليتي. الموس ده قوامه خفيف عشان ووتر بيز، وكمان فيه هايرونيك اسيد فمش بينشف الشعر خالص وبيديله فوليوم. بوزعه بنفس الطريقه عشان اتاكد ان هو على شعري كله. بعد كده كل جزء من شعري بصراحة لفوق، واعمل سكرانش كتير قوي علشان ياخد شيب، وبرجع اعمل سكرانش تاني بالمايكروفايبر تاول علشان اي برودكت زيادة تتشال، ولازم سكرانش في كل جزء علشان الشيب يبقى شكله حلو. دي طريقة سهلة ومش بتاخد وقت. والليف ان والموس بجد بيدوا هولد للشعر وفوليوم مش طبيعي، شكله هو مبلول تحفة. وده شكله كده تاني يوم لما نشف، بجد مدي هولد وشكل الشعر بيلمع وحبيته قوي. الروتين بتاعكم لازم يكون فيه ليف ان وموس لو شعركم شبه شعري علشان يديله اكبر فوليوم ممكن. جربوهم وقولولي رأيكم.